الموجز والإخباري من قناة زيرتوب، أهلا بكم. بصراحته المعهودة وعفويته المشهودة، ولنحوي ساعتين من الزمن وقف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون البارحة أمام ممثلي الشعب في غرفتي البرلمان مجتمعتين ليقدم حصيلة 4 سنوات من الإنجازات المحققة في مختلف المجالات في تقليد سنوي أسس له الرئيس لتكريس سياسة اتصالية وديمقراطية تشاركية تساهم في تحقيق الشفافية لتسيير الشأن العام للبلاد. ومن أهم تصريحات الرئيس خلال خطابه للأمة أمام البرلمان: أعبر لكم عن افتخاري أمامكم كون برلمان الجزائر اليوم هو اللبنة الأولى للجزائر الجديدة. أشهد لكم بالنزاهة، فأنتم أول برلمان تم انتخابه بلا مال، سواء النظيف منه أو الفاسد. قبل 2019 تدهورت الحكامة وتفشى الفساد وتلوثت الحياة السياسية. تلحم الشعب مع الجيش وأحبط مخططات تحطيم الجزائر. لأول مرة يكتب مرشح لرئاسيات التزاماته، ولم تكن شفوية حتى يحاسبنا من يريد أن يحاسبنا. الجيش الأبيض هو الآخر مشكور على التضحيات التي قدمها. العصابة حاولت افتعال ندرة في الغذاء والسيولة، واستعملت كل وسائل اليأس لضرب الجزائر وإدخالها في مرحلة انتقالية. استرجعنا ما مقابله 30 مليار دولار كممتلكات وعقارات، ولازلنا نواصل جهودنا مع عدة حكومات لاسترجاع أموال الشعب من الخارج. في السداسي الأول من 2024 نكون قد انتهينا من مشروع الرقمنة. نطمح حاليا إلى تصدير 5 ملايين طن من الحديد. عندما يعمل منجم غراج بيلات بكل قدراته سنكون أول بلد يصدر الفوسفات. ملتزم دوما بعدم الذهاب إلى المديونية. بلدنا يتعافى اقتصاديا واحتياطنا يفوق اليوم 70 مليار دولار، وهو ضعف ما وجدناه تقريبا. النمو الاقتصادي وصل إلى 4.2% باعتراف من مؤسسات مالية دولية. لدي ثقة عمياء في شبابنا وفي المجلس الأعلى للشباب الذي يمثلهم. عمل من أجل جزائري كامل الحقوق من تيميوين إلى حيدرا. لن نتخلى عن الدفاع عن فلسطين والصحراء الغربية. ستدافع الجزائر من مجلس الأمن كعضو غير دائم عن إفريقيا والقضايا العادلة. أبناء جاليتنا في صلب اهتماماتنا وكل الأبواب مفتوحة أمامهم. نهاية الموجز، دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.